حياكم الله يا مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل الخاص بالوقف الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتمل ويفرحنا جميعا بهذا الوقف. وعلى طاري الوقف اليوم بيكون إن شاء الله في مبادرة من فريق كومبارس. من كثر ما تكلمنا عن كومبارس نتكلم عن فريق فوكس وكومبارس وجميع الطاقم. هذا بيسوي حملة إن شاء الله جماهيرية لإكمال هذا الوقف بإذن الله تعالى، اسمها جمهور الواقع 5000 كفالة. بإذن الله تعالى أنتم وبتعاونكم وتفاعلكم أن اليوم نكمل 5000 كفالة يتيم في هذه الأيام، يعني بكرة التروية وبعدها عرفة. خلاص هذه وقت على قولتهم اللي يشد حزامك، مثل هذه الأيام الواحد يشد حزامه. فإن شاء الله بإذن الله بنغرد في حساباتنا والجميع بيغرد حول هذا الموضوع، جمهور الواقع كفالة 5000 يتيم، حملة جماهيرية لكفالة 5000 بحول الله تعالى، وأنتم قادرين. الموضوع مو صعب، الموضوع جدا سهل. عدد 5000 والجميع لا إله إلا الله تضمن 5000 طفل يتيم، تضمن تعليمه وتضمن ملبسه وتضمن مشربه وتوفر له احتياجات الحياة ب300 ريال. 5000 يتيم، حملة جماهيرية عظيمة لسد احتياجاته. يا لله يا الفضل ما أعظمه وما أكبره. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يعيننا على عمل الطاعات. تحسبون إحنا رحنا الله نحن على